فلقد لاحظنا يعني توفر كل يعني ما يحتاجه المواطنين، لاحظنا كذلك رضا المواطنين، وكذلك يعني حتى فيما يخص اللحوم الحمراء اليوم يعني متعامل جديد زاد دخل يعني، وهو سيطهراوي ودخل بكميات كبيره وكبيره جدا، وانتم تشوفوا باللي باش يعني المواطنين قاعدين يتزودوا يعني بهذه الماده هذه بالسعر اللي حددته الدوله الجزائريه 1200 دينار جزائري. ولاحظنا كذلك يعني الراحه والاطمئنان لدى كل الساكنه يعني اللي جاوا وراهم يشريوا يعني في اريحيه تامه، واللحم متوفر بالكميات اللازمه يعني، وما كان لا زحام ولا شيء.